صباح الفل عمر. صباح الفل يا حبيبي. في حد صحي؟ احسن عشان اعرف اتكلم معاك براحتي، بقالي كم يوم مش عارف اتلم عليك. يا سليم، بقى مش عارف تتلم عليا ولا انت اللي مطنشني؟ مطنشك انا اقدر استغنى، انت مش عارف انت بتوحشني قد ايه، لولا بس المعلمه زنقاني ليل ونهار في الشغل. انت كمان بتوحشني. طب اشوفك ازاي؟ انا عارفه بقى، ما انت عارف انا ماما مش بتقدر تنزلني لوحدي، لازم اخد معايا سواق عشان بتخاف لا تعب. يعني هنفضل كتير في الليله دي ولا ايه؟ ما اعرفش بقى، بس سيبني سيبني انا اظبطها وبكلمك على الموبايل اقول لك. ماشي، اديني بقى المفتاح لحسن الصناعية واقفين تحت. من عيني. صباح الخير يا واد يا حليم. صباح الخير ست روحية. صباح الفل، زي الحال. ازيك يا ابتسام؟ ازيك يا عمتو؟ خدي حليم المفتاح اهي. شاكرين يا ابلو. اما انت ايه اللي مصحيكي كده بدري يا عمتو؟ جاية الحق اخويا قبل ما ينزل شغله، كنت عايزاه في حاجة انما ما قلتليش. انت واقفه تتسايري انت والواد حليم على السلم بتقولوا ايه؟ انا كنت بتساير مع حليم ابدا، ما حصلش. ده كان جاي ياخد مني المفتاح بتاع الفرن عشان في ناس تحت العمال جم ومش لاقيين حد يفتح لهم خالص. وبعدين كان بيسالني اذا كان بابا صحي ولا لسه نايم. طب خشي صحيه قولي له عمتي عايزاه. حاضر يا عمته، تأمري. اه يا بنت كيداه. بابا، ماما، بابا. بابا بابا بابا. في ايه؟ في ايه يا بنتي؟ في حاجه؟ انت تعبانه؟ لا يا بابا مش تعبانه، انا زي الفل. اعوذ بالله، مش هترجي. في ايه يا بنتي؟ انت عيانه حبيبتي؟ لا يا ماما مفيش حاجه، انا كويسه. اخواتي كويسين؟ كويسين يا ماما. انا مش هدخل عليكم تاني يا جماعه ما دام بتتخضوا عليا قوي كده وانتوا نايمين. لا، طب ما انتوا كويسين وما انتوا دخلت صحتنا وقلقتينا كده ليه؟ لا يا ماما ابدا، بس اصل عمتي جت بره وبعدين ايه بقى؟ قالت لي يا بنتي يا ابتسام ادخلي صحي بابا ضروري عشان عايزاه في حاجه مهمه. يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم، عاوزه ايه بقى العقربه دي على الصبح؟ عقربتي يا كيداهم، ما تنسيش ان اللي بتتكلمي عليها دي اختي، يعني فهم اختك. ومالك بتقولها بالفم المليان كده؟ والنبي لو اختي لو كنت اتبريت منها. بس انا بقى مش هتبرى منها. ايوه، اخت ست جدعه ومكافحه، رفضت بنتها لحد ما دخلتها الجامعه، يعني ربتها احسن تربيه زي ما انت ربيتي بناتي. نعم بناتي، ايش جاب لي جاب يا حبيبي؟ على راي المثل، ايش انت في الحاره يا منخل بلطاره؟ ما خلاص بقى يا ماما، هو كل ما عمتي تيجي البيت هيقوم حريقه. في ايه يا جماعه؟ ما هي كده الحلمبوحه، تيجي من هنا وتجر المشاكل وراها من هنا. خلاص هطلع اشوفها عايزه ايه وامشيها على طول. خليك مع عمك، ما تخليش تيجي ورايا لغايه عمتك ما تمشي. يلا حبيبتي. اكبسك يا ماما؟ كبسيني ده يا اختي، انت هتعطليني يا بنت. اوعي اديني الروب، اوعي. حاضر يا ماما. شوف دي عاوزه ايه؟ انا غلطانه. هاتي. في ايه؟ تعالى بس، عايزاك. الله، جاي الصبح بدري، في ايه؟ حصل حاجه؟ لا خير ان شاء الله خير، انا قلت الحقك قبل ما تنزل شغلك، اصلي عايزاك في حاجه مهمه قوي. حاجتي يا روحي. حنان بنتي جالها عريس. ألف ألف مبروك، ربنا يتمم لها بخير. ويا ترى العريس ده كويس؟ المعيد اللي بيدرس لها في الجامعة. لا وإيه، ابن ناس قوي وساكنين في الزمالك. لا مدام ساكنين في الزمالك يبقى فعلا ابن ناس. بس يا حنفي يا أخويا، العين بصيرة والإيد قصيرة، وأنا مش عايزة أكثر بخاطر البنت، وانت عارف ان انا ماليش غيرها في الدنيا. كلامي اللي بتقوليه ده يا روحي يا اختي، حنان دي بنتي وملزومه مني ورقبتي سداده. الهي يا رب، الهي يا رب ما يحرمني منك ابدا ويخليك لي. اقوم انا بقى عشان تلحق تشوف شغلك. شغل ايه؟ طب افطري معانا. معلش سبقتك يا اخويا بألف هنا وشفا. قولي لحنان ما تشيلش هم. قولي لها خالك بيقول لك فرحك وكل اللوازم بتاعتك من جنيه المليون تحت امرك. الهي ربنا يرزقك ويديك الصحه يا رب يا اخويا. مع الف سلامه يا حبيبي. الله يسلمك. مبروك، الف مبروك. الله. حنفي. انت قصد تتحداني؟
وحصلين هسه كده ايه يا اخويا الملايين اللي عملت بحتر فيها دي؟ وما تشيليش هم يا اختي وما تعمليش يا اختي، ايه فنجرت البق اللي انت عملت قولها دي؟ وحنان دي بنت اختي ملزومه مني، ايوه وانا اللي لازم اسطرها. طب يا اخويا سطر بناتي الاول وبعدين ابقى سطر بنت اختك. يا كيداهم افهميني، دول اتنين ولايه ملزومين مني. ملزومين منك ماشي حنفي، يبقى حبيبي بقى ما تزعلش باللي انا هعمله، مفهوم؟ طبعا.